يا حبيبتي هيدي مرج عيون، مرج الجنوب غني كتير، وهلأ إسرائيل عم بتقول ما رح أضرب حدا بالجنوب لأنه بدأ إسرائيل العدو الشاطر ولخي البهلة مش الحمار، احترامي للحمار أفهم منك. فإذا بدي أرجع في اللحنك في السلطان هل قعت من هالعجين وأنا السفر هل أنا نحن بحط كده use all the media سؤال حطوا الحقيقة وين ما بتقدروا مثل مدام بلاباتسكي قالوا الختيارة كبيرة بعدي تزرعين لا هل زرعوا فأكلنا نزرع فيها هلأ بدنا نجمع العلم والحكمة ونكون ببنية الوسطية لحو فيروز بتقلي بضل تقلي تسمعني كأنه عم تسمع الستة عم تحكي بضل يقول لابنه بعدنا على الموعد بعدنا على الموعد زياد الرحباني هيك ساكن بقلبي هالصبي وراء كل امرأة عظيمة ولا حدا هيك الله خلقها عظيمة ما بدها حدا ضروري يكون في حدا وراها وقت اللي جزيف صقر سبقنا على الباب انكسر جوانحه لزياد الرحباني ما حدا مثل صوته ما في نار ما بحطه بسمعه بالنسبة لبكرة شو رح تشوفها قلت له كان فريد كل شوي غنى كان بعد منه مريض كان بعده شب وهيك عم بيرقص يا حبيب قلبي فكتشت عليها قال لا منه موجودة بعد يا عم انبشوك بعثوا لي اياها سكرت فيه سكرت فيه وقفت وصرت غني وارقص وطار منه احنا عسينا ما شفناه موجودين هالناس في واحد مجنس كندي امريكاني خسر جنسيته ورجع لبنان هو خلقهم برا بس اهله هون درب الجبل تمشي من الشمال للجنوب ما بتشوف الزفر بتنام وبتدفع صدقه بالبيوت فيك تقعد لاكل ثلاث اربع ايام عايش بفرح تشوف لبنان شو حلو يا حبيب قلبك في رزنامة اسمها جبال لبنان Mountains of Lebanon شو هاللبنان؟ خمس فصول اليوم أمريكا كندا أستراليا نيوزيلندا إسرائيل وين ما كان عم بياخذوا فريلانسر أنت ورا كاميرا أنا بطبخ فاعل مش انفعال